يا دين، في ايه؟ ايه يا بنتي؟ دين ايه دونت؟ مش حاجة، بس مش عارفة ايه، تخيلت ان مامي لا تقدر الله حسنها كده. اهو ده بقى عيب التقمص، ما قلنا مش قد التمثيل ما تمثلوش. انت كويسة؟ وانت بقى ايه حكايتك يا سيدي؟ كنت سهران مع مين امبارح؟ ده شكله كان فرد حمام صح؟ وريلي فيها بقى، ده اللي انت فالح فيه. ما تسيبه في حاله بقى يا اخي، مالك وماله؟ ماشي يا ستي. مساء الخير. مساء النور. من فضلك مصطفى ريدي خلص ورشه؟ اه لسه مخلصين. شكرا. انت تعمل ايه دلوقتي؟ ولا اي حاجه، انا هروح البيت اخد الدش بتاعي، اشغل الدفايه وانزل تحت الغطا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. عارفه ان جمال كلمني امبارح بعد العرض بيسالني ايه الاخبار؟ اوعى تكون نسيت تشكره بالنيابه عني يا علاء. لا طبعا شكرت. تصدقي لا بالله كان فاكر ان انا وانت متصاحبين. نعم نعم، ما كنتش عارف ان انا عار قوي كده يعني. لا مش عار ولا حاجه يا علاء، اي اتنين ماشيين في الشارع يبقوا متصاحبين او في بينهم حاجه، ليه الناس ما بتعترفش بحاجه اسمها صداقه؟ طب افرضي مثلا يا ستي اللي انا قلت لك ان انا معجب بيه، هل ده بقى مش هيخليكي تخرجي معايا؟ معجب بيا ازاي يا علاء؟ انا بقول مثلا. لا هفضل اخرج معاك عشان شايفاك ممثل جامد، انا بحبه وبحترم رايه. ومين قال لك بقى ان انا ممثل جامد؟ انا حته واحد بيمثل مسرحيات محدش بيشوفها تقريبا غير القرايب اللي شغالين فيها، ساكن في بولاق وبيركب الميكروباص، وبعد ما اتعلم التمثيل 4 سنين راجع هو يتعلمه من جديد. حاجه تضحك مش كده؟ عارفه انا لو منك ما بصش لحد بالمواصفات دي. على اذنك.